طربة الدنيا فوق دماغهم وهات ياسمين هنا. لما تعرف مين اللي عمل كده تعرف ان اللي رجعت لك قبل ما اعمل اي حاجه مع الواد ده. مين؟ يحيى العطار. مين يا وحش؟ انت مين يا يحيى؟ فين؟ مش موجود واسمه المعلم يحيى. وانت مين؟ انا الكبير اللي في الحته دي بالصلاة على النبي. انت الكبير؟ اه. خدوا في شنطه العربيه. الله الله الله. يلا يلا يلا. دوروا في شقه شقه، محل محل، بس مش خال ما يبرغ الا ما تدوروا فيه. بيقولوا الحسنه تخص والسيئات عام. الحارة دي هتدفع ثمن اللي يحيى عمله. ياسمين 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 ياسمين. ده صوت زكريا. زكريا مين؟ زكريا اخويا. ليه رايك انت؟ ما تعملوش حاجة، هو ما عملش حاجة. يلا زكريا. انت كويسه؟ الحمد لله. كبي كبي. هتجوزها عبد الله يا عيشة؟ تحاسبيش المسجون اللي القاضي حكم عليه يا رجية. أمك حكمت وعاوزة تنفذ الحكم. اللي هتنفذي ده يا عيشة هيتبهدل. ما لقيتيش غير عبد الله؟ ده أنا ما كنتش بعرف أحكي لغيرك. وأنا لا بحبه ولا رايداه. روح اسأل أمك. جاي تتشطري علي أنا يا رجية؟ جاية لنا؟ أنا ما عاوزهوش، يعني ما عاوزهوش. أمك ما بتردش علي، ما عاوزاش تحط عينيها في عين. قولي لهم أي حاجة يا عيشة. هتتجوزي حبيب أختك؟ حرام عليكي يا رجعي، حرام عليكي. أروح أموت نفسي وأريحكم؟ أنا ماليش ذنب في كل اللي بيحصل ده. حرام علي نصوح. أنا اللي قلتلك ما عاوزاش حاجة من الدنيا دي كلها غير عبد الله، وهتاخدي مني؟ بقى حرام علي. أنا اللي طول عمري بعتبرك من وإحنا صغيرين إنك أمي وأختي وصاحبتي، بقى حرام علي. روحي بصي لنفسك في المراية، شوفي مين اللي حرام علي يا عيشة. رجاية أنا مظلومة زيكي. أنا محكوم عليا بالإعدام وما عارفاش أتصرف. افهميني يا خيتي، إحنا ملناش غير بعض. بس يا عيشة بس، أنا ما بجاليش حد. أنا عيلتي كلها ماتت. أنا بقيت يتيمة يا عيشة. بعدين سمعت صوت زكريا برا ولقيت الجردات بتوعه بيفتحوا الباب. منها لله هناء وابنها، هيجيلنا منهم إيه غير كده؟ الحمد لله على سلامتك يا ياسمين، المهم إنك كويس. خلاص بقى يا جماعة، إيه الأوفر ده؟ هتفضلوا تدلعوا فيها لحد بكرة، بعد كده هتشوف نفسها إن محدش عارف يكلمها يا ماما. بقول لك إيه؟ شفتي إياد؟ لا لسه ما شفتوش، هشوفه دلوقتي. دلوقتي يعني ايه؟ لا طبعا، استريحي الاول، ومن هنا ورايح مفيش خروج من غير حراسه. طب هو كويس؟ كويس. امال زكريا فين؟ هو وصلني لحد هنا وبعدين قال هيروح مشوار ويرجع على طول. روح روح. شكلك حبيت اللعبه. نقول تاني؟ قشطه تاني. خطفته ياسمين ليه؟ هي هبت كده. هبت؟ اه. تعرف انا مين؟ تعرف اسمي ايه؟ لا. اعرفك، انا اسمي زكريا العطار. اسمي ايه؟ خلاص خلاص. اسمي ايه؟ خلاص. خطفته ياسمين ليه؟ معرفش، هي اوامر وجات لي وانا عملتها وخلاص. اوامر من مين؟ من يحيى بيه.
مو فاهم قلب زباله. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة يا زينب ماليش رأي في جواز بنتي؟ أحط يدي في يد راجل اتفقتش معاه؟ وانت رنيتها بتتفق على حاجة يا عبجادة؟ ما طول عمرك بتعمل اللي بقول لك عليه، ايه الجديد؟ عشان ما اكسر لكيش كلمة يا زينب ما زعلكيش، ما حبكيش تزعلي مني. خلاص اعتبر نفسك اتفقت، واعتبر نفسك حطيت ايدك في ايده، واعتبر نفسك وافقت كمان. هي مش هتلقى احسن من عبد الله، فاهم؟ لا عبد الله رقية، ايش عمرها ما حبت عبد الله ولا عبد الله حبها. حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله يرحمك يا ست. الحدوته دي ما بترجعكش لورا شويه كده؟ ما تفكركش بحدوته زينب وعبجادر؟ ايه ما هي كمان غلبانه، لا حبته ولا كانت طايقاه ولا هو حبها، وتجوزه وعاشوا بالغصب. لا واهل اكادة جابوا عيال. بس انا حبيتك يا زينب. حبيت مين؟ لا انت حبيتني ولا انا حبيتك. ايه اللي انت فيه ده؟ حبيت مين يا عبجادر؟ انت حبيت نفسك بس. انت حطيت عينك عليا وقلت هاخد دي، خدت دي. ما حبيتش غيرك يا زينب، قلبي كان ليك انت واحنا صغيرين، ما عرفتش الحب. ما عرفتك انت يا زينب. حب ايه يا عبجادر؟ ده انت طول عمرك يا راجل كيف الجناح المكسور اللي مش عارف يضمني. كنت كتف مخلوع ما اعرفش اتسند عليه، وعمر الكتف البايظ ما يعرف يضم حد. يا بعد عيشة السنين دي كلتها طلعت انا اللي غلطان. انا كنت فاكر ان انا برضيك يا زينب، مشيت مشوار طويل طويل قوي، قعدت الف وادور ورجعت لنفس النقطة، انك ما رضياش ولا عمرك حضرني. النبي انت اللي هتجيب لي نقطة، انا ما خبراش انت عمال تعيد وتزيد وتلك ليه؟ انت عمرك فكرت ترضيني؟ لا انت لو فكرت ايه اللي يرضيني كان زمانك يد قوية كده تشدني لقدام، مش ايدك تشدني من ظهري وتحطني في الارض. كان زمانك حضن بيلمني، لكن انت ما لمتنيش ولا تقدر تلمني. كان زمانك فكرت تبقى زي سليم، سليم اخوك يا اخويا، عايز تبص لفوق مش تنزلني سبع ارض، ولا زي زين اخويا اللي مخلي مرته ملكه. انما انت ترضي مين؟ حتى ما تعرفش ترضى نفسك. انا وكسه. ده انت قاسية قوي يا زينب، كنت فاكر ان العشرة والسنين هتخلق الحب اللي بيني. وهو كان في حب بيني؟ اقول لك انا بقى العشرة والسنين عملت ايه؟ تصلك بتحلم، زودتني كره وقرف وقسوة وكل حاجة، فاهم يا عبجادر؟ وخلص بقى يا عبجادر، الليلة فرح بيتك وادعي لها من قلبك يا رب تشوف لها يومين حلوين وتعيش عيشة أحسن من عيشة الزفت اللي أنا عشتها معاك يا عبجادر. يا باشا أنا ما كنتش موجود ومعرفش إزاي ده حصل. طب يا باشا لا مؤاخذة عشان عندنا ضيوف. انت اللي ضيف على الدنيا دي يا يحيى، بس انا اللي واقف قصاد انك تطرد منها. مش فارقه زكريا بيه، هبقى خدت منك اي حق برضو. مش الموت برضو حق ولا ايه؟ كلام ابويا اللي موقفني. بتخطف اختك يا يحيى؟ لا